السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة الأعزاء، طلاب كتاب نيو هيد واي بلس انترميديت، نكمل يونت 1. هنا طبعا بيقول لي ماتش كويشن، وفق لي طبعا السؤال، ماتش كويشن وفق السؤال ان اي واذا اشورت انسر ان بي اند الاين ان سي، وفق السؤال بالاجزاء اللي هي موجوده في بي وسي. تمام، نشوف طبعا عندي هنا من البداية. هنا بيقول لي do you like studying English، هل بتحب دراسة الإنجليزي؟ بيقول لي yes I do، نعم أنا أحب. it's my favorite subject، إنها مادتي المفضلة. طيب is it a nice day today، هل اليوم ده يوم رائع؟ هنا طبعا بيقول له إيه no it isn't، هو هنا سأل is it، هنا هقول له إيه هنا no it isn't، لا هو مش يوم رائع. it's freezing، يعني الجو متجمد. طيب have you seen my pen، هل انت شفت القلم بتاعي؟ هنا طبعا هيقول له ايه، هيقول له no I، طبعا هنا بيسأل have، لازم يجاوب have. تمام، يبقى ادي الاجابه اللي هي بتاعت have، يبقى هنا يقول له no I haven't، لا انا ما شفتوش. you can borrow mine if you want، تقدر تستلم قلمي لو انت عايز. طيب are you staying at home this evening، هل انت هتقعد في المنزل هذا المساء؟ طبعا هنا بيسأل بار هي، طبعا هنا بيقول له are you، هيقول له yes I am او no I am not. طبعا هنا بيقول له ايه، بيقول له yes I am، نعم انا هقعد. تمام يبقى are you staying at home this evening، هل هتقعد في البيت هذا المساء؟ yes I am. هنا بيقول له ايه do you want to come around، انا هقعد، هل انت حابب انك انت تاتي؟ طيب did you go on holiday last summer، هل انت رحت في اجازه الصيف اللي فات؟ انا بيسال طبعا بكلمه did عندي، فهنا طبعا الاجابه هتكون yes I did او no I didn't. طبعا هنا ادي الاجابه no I didn't، لا انا ما رحتش في اجازه. I couldn't afford it، وانا ما قدرتش ادفع مصاريفي ان انا اخذ لي رحله او اجازه. طيب نشوف طبعا هنا بيقول ايه read the class survey and add two questions، هنقرا طبعا استطلاع الراي وهنضيف طبعا هنا بيقول لك سؤالين of your home من عندك. stand up ask three students، اوقف طبعا واسال ثلاث طلاب هذه الاسئله. ده طبعا class survey اللي هو استطلاع الراي بتاع الفصل. have you got a computer at هم، هل عندك كمبيوتر في المنزل؟ هتسأل الطالب الأول والثاني والثالث، كل طالب طبعا يجاوب إجابة خاصة به. طبعا اللي هيقول نعم واللي هيقول لا. Are you interested in any sport، هل أنت مهتم بأي رياضة؟ do you do any exercise، هل بتعمل أي تمارين؟ did you watch TV last night، هل أنت شاهدت التلفزيون بالأمس؟ have you been to another country، هل أنت كنت في دولة أخرى؟ Are you going to do anything after class؟ هل أنت هتعمل أي حاجة بعد الحصص؟ تمام. طيب إيه اللي إحنا مثلاً ممكن نسأل تاني؟ هقول له مثلاً إيه؟ have you traveled abroad؟ هل أنت سافرت مثلاً للخارج قبل كده؟ Have you traveled abroad؟ هل سافرت بالخارج؟ تمام. اقول له are you listening for music، are you listening for music، هل انت تسمع الى ايه، الى الموسيقى؟ طبعا دي كلها ايه اسئله بالافعال، ايه افعال مساعده. تمام. طيب هنا طبعا بيقول لي getting information، الحصول على ايه، الحصول على معلومات. زي يونايتد نيشنز، الامم المتحده، invites famous people، بتدعو ناس from all over the world، من جميع انحاء العالم، to be good will ambassadors، ان هم يكونوا سفراء نوايا حسنه. good will ambassadors يعني سفراء نوايا حسنه. work with partner، نشتغل مع زميلك. you each have different information about هنري برنارد، انتوا الاثنين عندكم معلومات مختلفة عن هنري برنارد. A writer who works for the UN، طبعا ده كاتب شغال لل United Nations اللي هي الأمم المتحدة. student A look at page 151 و student B هنا بيقول لك look at page 152. طبعا هذه الأسئلة بتسأل، هنا بيقول لي where was هنري برنارد born، فين اتولد هنري برنارد؟ ان ليون،
في ليون في فرنسا، تمام. how many books has he written، كم عدد الكتب اللي هو كتبها؟ طبعا هنا بيقولوا over 40، فوق ال 40. how long، تمام، لمدة قد ايه بالضبط، تمام. هنا طبعا عندي ايه reading، هنا بيقول لي wonders of the modern world، اللي هي العجائب بتاعة العالم، ايه العالم الحديث، تمام. match each topic with B، طبعا هنا بيقول لي international travel، اللي هو السفر الدولي international travel. بيقول لي هنا مرتبط بكلمات ايه بالظبط من العمود الثاني، مرتبط طبعا بالايرلاينز اللي هي الخطوط الجوية والطيران، وخطوط الطيران مرتبط اقول لي ايه مثلا ابرود، كلمة ابرود معناها ايه؟ ابرود معناها بالخارج تبعها برضو. طيب بالنسبة للميديكال ساينس اللي هي العلوم الطبية، العلوم الطبية هنا مرتبطة بالهيلث كير اللي هي الصحة، ومرتبطة معايا بالبنسلين، البنسلين اللي هو العقار حق البنسلين. طيب عندي بعد كده زي انترنت، الانترنت اللي هو الانترنت مرتبط بكلمة اونلاين، ومرتبط معايا بكلمة ايه، بكلمة برضو ويب سايت. طيب عندي بعد كده اجريكلتشر اللي هي الزراعة، مرتبطة الزراعة بكلمة كورن اللي هي الذرة، ومرتبط برضو عندي بكلمة فامن اللي هي المياعة. طيب سبيس ترافل اللي هو السفر للفضاء، تمام، مرتبط لي بالسولار سيستم اللي هو النظام الشمسي، مرتبط معايا برضو بجالاكسيز اللي هي المجرات، تمام، عندي برضو مرتبط بجالاكسيز. طيب ايه تاني برضو موجود معايا هنا، ذا اولمبيك جيمز اللي هي الالعاب الاولمبيه، مرتبطه بالكومبيتيشنز المنافسات، ومرتبطه برضو بايه، بدراج ابيوز اللي هو اساءه استخدام ايه، اساءه استخدام العقارات او المنشطات. يبقى انا عندي هنا ايه، عندي هنا في 6 مواضيع، 1 2 3 4 5 6، انترناشونال ترافل السفر الدولي، ميديكال ساينس العلوم الطبية زي انترنت الورد انترنت، اجريكلتشر الزراعة، ساينس سبيس ترافل اللي هو سفر الفضاء، ذا اولمبيك جيمز اللي هي الالعاب، هي الالعاب الاولمبية. هنا طبعا بيقول لي ريد ذا تكست اباوت ذا وندرز اوف ذا وورلد، بيقول لي اقرا النص اللي هو عن العجائب طبعا بتاعة العالم، رايت توبيك فروم ايت ان ذا باراجراف، باراجراف هيدنجز فروم 1 تو 6، هنكتب طبعا فوق كل فقرة من الفقرات اللي بيناسبها من 1 ل 6 من اللي موجود ده. طيب نشوف طبعا هنا بيقول لي ايه، بيقول لي الوندرز اوف ذا وورلد اللي هي العجائب بتاعت مين، عجائب العالم اللي هي موجودة معايا. هنا بنقرا الفقرة بتاعتنا اللي هي wonders of the world طبعا اللي هي عجائب العالم. هنا بيقول I don't believe that today's wonders are similar in kind to the wonders of ancient world، أنا مش قادر أصدق إن العجائب بتاعت النهاردة طبعا مشابهة للعجائب اللي هي موجودة في العالم القديم. They were all buildings، كلها كانت مباني، such as the pyramids in Egypt زي الأهرامات في مصر، or other agricultural structures أو زي المباني اللي هي الـ architectural، تمام، اللي هي المعمارية، over the past 100 years فوق على مدار ال 100 سنة اللي فاتت، we have seen amazing technological and scientific achievements، احنا شفنا انجازات علمية وتكنولوجية، these are surely our modern wonders، بالتأكيد هذه هي العجائب حقنا. طيب نشوف هنا بالنسبة لنمبر 1 بيقول لي it's everywhere، هي موجودة طبعا في كل مكان، more than 2 billion people use it، أكثر من 2 مليار شخص بيستخدموها، and the number of people who are online increases by 100 million every year، عدد الناس اللي هم موجودين أونلاين بيزيد بحوالي 100 مليون كل سنة. In 1994 there were only a few hundred ويب بيجز، راح يكون في المئات القليلة من صفحات ايه، صفحات الويب. Today there are billions، حاليا طبعا في مليارات. It has revolutionized the way we live، ده طبعا عمل ثورة في الطريقة اللي احنا عايشين بيها and work، والطريقة اللي بنعمل بيها، but we are still in the early days،
ولكن لازلنا في أيامنا الأولى. Soon there will be more and more interactively، حيكون في تفاعل أكثر بمرور الأيام between the user and the website، بين المستخدم والموقع. And we will be able to give instructions using speech، وحنا قادرين إن إحنا نعطي تعليمات باستخدام السبيتش الحديث بتاعنا. طيب يبقى أنا هنا في البداية خالص، يبقى أنا الموضوع عندي هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن اللي هو إيه، حقول هنا ذا إنترنت اللي هو الإنترنت. يبقى أول حاجة اللي هو ذا إيه؟ ذا إنترنت. يبقى الأولى اللي هي ذا إنترنت اللي هو الإنترنت. طيب نشوف بعد كده. طبعا هنا انا برضو بيقول لي ان 1969 1969 نيل ارمسترونج ستيبد اوت اوف هيز سبيس كابسول، طبعا خطى او مشي من الكبسوله الفضائيه بتاعته انتو ذا سيرفيس اوف ذا مون، على سطح ايه، على سطح القمر. اند ميد هيز فيموس ستيتمنت، قال الجمله المشهوره بتاعته طبعا عملها، That's one small step for a man، هذه خطوة صغيرة للإنسان. One giant leap for mankind، وخطوة كبيرة للبشرية. Since then، منذ ذلك الوقت. There have been space probes to Mars، كان في طبعا محاولات فضائية إلى كوكب المريخ، جوبيتر مشترى، ساترن زحل، and even to the sun، حتى إلى الشمس. One day، في يوم من الأيام، a space observatory will study how the first stars and galaxies began، في يوم من الأيام طبعا الملاحظين للفضاء راح يدرسوا ازاي ان اول نجوم واول مجرات بدأت. So far it seems that we are alone in the universe، يبدو ان احنا وحيدين في هذا الكون. There are no sign yet، لا يوجد علامة بعد، that there is intelligent life outside our own solar system، لا يوجد علامة او مؤشر ان في حياة ذكية خارج نطاقنا الشمسي، نظامنا الشمسي. But who knows، ولكن مين يعرف. What the future holds، ما الذي يخبئه ايه، ما الذي يخبئه المستقبل. تمام، يبقى احنا هنا الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو السبيس ايه، السبيس ترافل اللي هو السفر لايه، السفر للفضاء. يبقى انا هنا هكتب له سبيس ترافل، سبيس ايه، سبيس ترافل اللي هو السفر لايه، السفر للفضاء. تعال نشوف نمبر 3 هنا، بيقول لي شورلي، بالتاكيد طبعا، nothing has done more for the comfort and the happiness of a human this than the advances in health care، مفيش حاجة طبعا اتعملت لراحة الإنسان وسعادته تمام أكثر من التقدمات في النظام الصحي. How many millions of people، كم عدد الملايين من الأشخاص، have benefited from the humble aspirin، من اللي هم استفادوا من الأسبرين المتواضع حتى الولازبرين البسيط بتاعنا. How many lives has penicillin saved، كم عدد الأرواح اللي أنقذها البنسلين، عقر البنسلين. Average life expectancy worldwide has risen dramatically over the past 100 years، معدل الحياة الطبيعي تمام عالميا طبعا ارتفع في خلال 100 سنة اللي فاتت. From about 47 years in 1900 to about 77 years today، من 47 سنة سنة 1900 تمام إلى طبعا 77 سنة اليوم تمام. يبقى هو هنا بيتكلم لي طبعا عن الميديكال ساينس اللي هي العلوم إيه، العلوم الطبية. يبقى هو هنا بيتكلم لي على إيه، على الميديكال إيه، ميديكال ساينس، ميديكال ساينس اللي هي العلوم، هي العلوم الطبية. طيب تعال نشوف بعد كده هو بيقول لي ايه في نمبر 4. هنا بيقول لي we are a world on the move، احنا عالم طبعا متحرك متغير. airline carry more than 1.5 billion people،
to their destinations، الطائرات أو الخطوط الجوية تنقل حوالي 1.5 مليار شخص إلى وجهاتهم كل سنة every year. It's estimated that at any one time these days، يقدر أني في أي وقت طبعا هذه الأيام، there are as many people traveling in airplanes، طبعا في ناس كثير حتسافر خلال هذه الطائرات، as the total number of people، عدد الناس طبعا الإجمالي who traveled abroad، رغم من سافروا للخارج in the whole of the 19th century، في خلال القرن 19. But I have no idea how they worked this out، بس أنا مش عارف إزاي ظبطوا إيه هذا الموضوع. يبقى هو هنا بيتكلم لي على الـ international إيه؟ الـ international travel اللي هو السفر إيه؟ السفر الدولي. يبقى أنا هنا أقوم كاتب له إيه؟ في نمبر 4 أكتب له international international travel اللي هو إيه؟ اللي هو السفر الدولي. طيب تعال نشوف اللي بعدها، طبعا هنا نشوف نمبر 5 بيتكلم لي على ايه، بيقول لك it's true that they are now commercialized، حقيقة طبعا هم حاليا تجاريين، and there is greed and drug abuse، طبعا هم طماعين و drug abuse يعني مستهلكين للمخدرات والعقارات. however مع هذا it's the competition، it's a competition لها منافسة، in which almost every country in the world، فيها غالبا كل دولة في العالم takes part، بتشارك فيها، every 4 year كل طبعا 4 سنوات، for a brief moment لحظات مختصرة، we see the world came together in peace and friendship، بنشوف العالم يتجمع مع بعضه في سلام وهيم وفي صداقة، we feel hope، احنا بنشعر طبعا بالامل مرة اخرى، for the future of mankind، لمستقبل ايه؟ لمستقبل البشرية. طبعا هنا هو بيتكلم لي على ايه؟ على the Olympic Games اللي هي الالعاب ايه؟ الالعاب الاولمبية. هنا بيتكلم عن the Olympic Games اللي هي الايه؟ الالعاب الاولمبية. The Olympic Games اللي هي الألعاب إيه؟ الألعاب الأولمبية. طيب نمبر 6 in 1724، طبعا هنا بيقول لي في 1724 جوناثان سويفت روت، جوناثان سويفت كتب whoever makes two blades of grass or two ears of corn، طبعا اي احد ايا كان اللي بيعمل نصلين للعشب او اذنين للذرة، grow where only one grew before serves mankind better than the whole race politicians، طبعا هؤلاء يخدمون البشرية أفضل من السياسيين. In Europe or our farmers، our farmers have done this، في أوروبا طبعا المزارعين عملوا هذا. In 1709 سنة 1709 whole villages كل القرى in France died of hunger، ماتت من الجوع. Now in Europe حاليا طبعا في أوروبا we can't eat، حاليا في أوروبا إحنا مش بنقدر ان احنا ناكل، we can't eat، لا نستطيع ان احنا لا نستطيع ان احنا ناكل all the food we produce، كل الطعام اللي احنا بننتجه. If only politicians could find a way to share it، لو السياسيين يلاقوا طريقة يشاركوا هذا الطعام with those parts of the world where there is famine، مع بقية الأجزاء الموجودة في العالم حيث يوجد يوجد المجاعات. طبعا هنا احنا بنتكلم على ايه؟ على اللي هي agriculture اللي هي الزراعة. نمبر 7 طبعا بيقول لي we are still here، نحن لازلنا هنا. The last wonder of the modern world، اخر عجيبة من عجائب الدنيا، assembly that we are still here، نحن لازلنا موجودين. We have had nuclear weapons، احنا معانا اسلحة طبعا نووية، for over 50 years، لأكثر من 50 سنة، that could destroy the world، تقدر تدمر العالم.
but we haven't used them to do it. ولكن لم نستخدمها لفعل هذا الأمر. This is surely the greatest wonder of all. هذا تقريبا يعتبر من أعظم هذه العجائب. احنا طبعا بنتكلمنا عن word, عن vocabulary and pronunciation اللي هو الكلمات والنطق. What's in word, ايه في العالم. This exercise will help you. هذه طبعا التمارين سوف تساعدك. With your vocabulary, هنا طبعا بنتكلم عن parts of speech and meaning اللي هي اجزاء الكلام والمعاني. These things all contain the nonsense and word ugly. كلها طبعا فيها كلمة ugly. Is ugly used as a verb, هل كلمة ugly هنا مستخدمة كفعل ولا adjective صفة ولا noun اسم ولا adverb ظرف. How do you know, ازاي انت عارف. طيب تعال نشوف هنا number one. Number one بيقول لي I like carrots, انا بحب الجزر. Peas والبازلاء and potatoes والبطاطس. But I don't like أوجي, ولكن أنا مش بحب إيه أوجي اللي هو البوب كورن اللي هي الذرة المشوية أو إيه أو الفشار. تمام, يبقى إحنا لما نرجع هنا لكلمة لكلمة أوجي هنا هنلاقي إن هي أصلا هنا هتكون إيه, راح تكون ناون. ناون يعني إيه, ناون يعني اسم. تمام, يبقى هنا محلها في الجملة هي إيه, هي ناون يعني إيه, ناون يعني اسم. تمام. طيب بالنسبة للكلمة نفسها, تمام, المعنى بتاعها ايه؟ المعنى بتاعها هنا بمعنى بوب كورن, بمعنى بوب كورن اللي هي الذرة او الفشار. تمام. طيب نمبر 2 بيقول لي there was a lot of snow on the road, كان في الكثير طبعا من الثلج على الطريق. unfortunately لسوء الحظ I walked on some ice, يعني انا اتزحلقت على بعض هنا كلمة أوجد بمعنى سكريت. تمام, on some ice زحلقت على بعض السرير. and crashed into tree, وقت اصطدمت ايه في شجرة. فهنا هي verb, verb يعني ايه, verb يعني فعل. تمام, وهنا معناها ايه, معناها سكريت. هي بمعنى ايه, هي بمعنى سكريت. طيب نمبر 3 بيقول لي when the rain started, لما بدأت طبعا المطر. they went ugly, هم مشيوا بسرعة. back into the house, إلى المنزل. تمام, يبقى they went in a hurry, جروا جروا بسرعة. طبعا هنا محلها في الجملة adverb, adverb بمعنى إيه, بمعنى ظرف. طيب نشوف بعد كده after an ugly day, بعد يوم مليء أو مزدحم. An ugly day at work, بعد يوم مليء ومزدحم في العمل. With meeting and phone, بالاجتماعات والphone calls all day. I was ready to for a quiet evening, كنت جاهز لمساء هذه. طبعا كده احنا شفنا كل ايه, كل المعاني. طيب هنا طبعا بيقول لي can you guess buggy, can you guess ugly means in the four sentence. هنا تشوف تخمن المعنى بتاعها في كل جملة. عندي بالنسبة اللي هي كلمة hurriedly, hurriedly معناها بسرعة. تمام, اللي هي في نمبر ايه, في نمبر 3, الجملة نمبر 3. طيب skidded, تزحلق. تمام, اللي هي في نمبر ايه, في نمبر 2. طيب hectic, هكتك دي اللي هو يوم مزدحم, وجداي يعني يوم ايه مزدحم. دي نمبر ايه, نمبر 4. بروكلي اللي هو زي الفشار كده الزرع. تمام, اللي هي نمبر ايه, نمبر 1. تعالوا هنا نشوف الصوت المختلف. طبعا هنا بيقول لي دول على ايه, دول على الصوت المختلف. in this group 3 word rhyme about but one is different, يعني ثلاث أصوات لهم نفس الصوت, ثلاث كلمات لهم نفس الصوت وكلمة إيه مختلفة. underline the word in each group, بيقول لي حط الخط تحت الكلمة في كل إيه. طيب نشوف أول طبعا أربع معنا. عندي كلمة good, food, would, stood. تمام, الكلمة اللي شذت فيهم اللي هي كلمة food. تمام, طيب نشوف اللي بعدها bread, head, read, red. الكلمة اللي شذت معايا اللي هي كلمة ايه, كلمة read اللي هي present يقرأ. تمام,
بيد ميد بلايد سيد. الكلمة اللي شازت معايا اللي هي كلمة ايه؟ كلمة سيد. دان فون صن ون. عندي كلمة فون دير هير نير بير. كلمة بير اللي هي شاذة معايا هنا. ورك فورك ووك. ورك فورك ووك توك. طبعا هنا كلمة ورك اللي هي اللي شاذة معايا. في التمرين ده طبعا بيقول لي here are some of the words from exercise 2. دي طبعا من بعض من الكلمات في الاكسرسايز اللي خدناها. and phonetic symbols بالرموز الصوتية. read them aloud then write them. اكتب هذه الكلمات. تمام تعال نكتب هنا اول حاجة. عندي طبعا كلمة ايه؟ كلمة food. اول كلمة اللي هي كلمة ايه؟ كلمة food. الكلمة الثانية معايا تمام. دي اول كلمة كلمة food. تمام نكتب هنا كده فود. الكلمة الثانية طبعا عندي كلمة نير. الكلمة الثانية كلمة نير. الكلمة رقم ثلاثة ستود. الكلمة رقم أربعة طبعا بيد. نمبر فايف ريد. نمبر 6 work. نمبر 7 phone. نمبر 8 walk. هنا طبعا بيتكلمني بيقول لي write different forms of word employ using the suffix in the box. استخدم كلمة employ معناها يوظف. تمام باستخدام ايه؟ هذه النهايات ES ABLE ED MENT ER. طيب هنا بيقول لي Express International. Express International is a very good employer. تمام يبقى Express International هي صاحب عمل ايه؟ صاحب عمل جيد. يبقى هنا اقول ايه؟ employer. They have they pay well. هم بيدفعوا كويس. And they are very good for their works workers. ما كويسين مع العمال بتوعهم. اول كم الشركه بتاعتنا has over 500 employees. الشركه بتاعتنا فيها اكثر من 500 ايه؟ من 500 موظف. I have had part time job. انا عندي وظيفه جزء من الوقت for 6 years لست سنوات. but I am looking for full time employment now. ولكن انا ببحث لي عن توظيف طول الوقت دلوقتي. where are you employed at the moment. انت فين متوظف في هذه اللحظه؟ he hasn't had a job. هو ما عندوش وظيفه. and has no qualifications. ما عندوش مؤهلات. i don't think he is really. انا لا اعتقد ان هو طبعا ايه employable ان هو حاليا قابل ايه للتوظيف. يبقى هنا اخر واحده راح اكتب فيها employable. يبقى هنا اللي يتبقى معايا اخر واحده اللي هي ABLE. تمام تعالوا نشوف مع بعض اكسرسايز نمبر 5. عندي في البداية هنا طبعا بيقول لي strong. اخذها هنا مع كوفي. strong كوفي يعني قهوة قوية. full time job يعني وظيفة طول الوقت. عندي هنا sports طبعا بالنسبة لكلمة ايه؟ لكلمة sports star اللي هو نجم رياضي. drive carefully يسوق بحرص. عندي برضو هنا كلمة ايه؟ تيك بقى معايا كلمة بارت وسويتر. تمام يبقى تيك بارت معناها يشارك. وعندي تراي اون اسويتر يعني يلبس سويتر. تراي اون اسويتر يعني يلبس ايه؟ يلبس سويتر. يبقى نعمل كده من البداية تاني. عندي اول حاجة كلمة سترونج كوفي قهوة قوية. فول تايم فول تايم ايه؟ فول تايم جوب وظيفة طول الوقت. سبورتس ستار نجم رياضي. درايف كيرفول يسوق بحرص. تيك بارت يشارك. وتراي اون سويتر يلبس ايه؟ يلبس سويتر.